ننتقل مباشرة لشبكة مراسلينا اللي بتواجدوا معنا اليوم في هذا اليوم المميز من مختلف محافظات المملكة، وبدنا ننتقل لأحمد أبو حماد، وهو موجود الآن في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بالموقر، وهي الشركة التي تأسست عام 2007 بتوجيهات ملكية سامية. أحمد، صباح الخير. صباح الورد والفل والياسمين. بلال، صباح الخير كاثي، أو صباح الخير لكل فريق برنامج يوم جديد. أنا بحب في هذا الصباح الجميل أوجه تهنئة صباحية لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاده، بقول له كل عام وأنت بألف خير سيدنا. طبعا بلال، احنا موجودين معكم وعلى الهواء مباشرة من البادية الوسطى وبالتحديد من لواء الموقر. إن شاء الله راح تكون لنا إطلالة مميزة من هذه المنطقة، راح نتعرف من خلالها على الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وأيضا بحب أتمنى لمؤسستي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية الرائدة، كل التوفيق بإطلالتها الجديدة وبرامجها الجديدة، وأيضا مشاركتكم معنا من خلال برنامج يوم جديد، وأتمنى التوفيق للجميع وصباحكم سعيد مرة أخرى. راح نرجع لك عن قريب. طبعا راح يكون في هناك العديد من الحديث من خلال زملائنا وين بيكونوا موجودين بكل محافظات صحيح. مملكتنا الحبيبة. وأيضا راح ننتقل لزميلنا زياد الطويسي من مدينة أو المدينة الوردية البتراء من مركز الزوار. صباح الخير زياد. والمحبة من هنا من مدينة البتراء الوردية. صباح الخير كاثي، صباح الخير بلال، وصباح الخير لكل زملائنا في استديو يوم جديد. صباح الخير للوطن، صباح الخير لقائد الوطن، وكل عام وجلالة سيدنا بألف خير من هنا من البتراء، من مدينة السحر والحضارة والتاريخ والدهشة، هذه المدينة العالمية والتي أصبحت تحتل مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية بفضل جهود وتوجيهات جلالة الملك الذي قام بترويج هذه المدينة بنفسه في كافة المحافل العالمية، وغدت في عهد جلالته واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة ومن أهم مواقع السياحة في العالم. صباح الخير مجددا، ومن البتراء ومن جميع البتراويين، من جميع زوار البتراء ومحبيها، كل عام وسيدنا باني راعي مسيرة التنمية والتطوير في هذا الوطن بألف خير وصحة وسلامة، وكل عام ووطننا بخير. كل عام وانت بخير. شكرا لك. ومن أقصى الجنوب لأقصى الشمال بدنا نروح على محافظة إربد عروس الشمال، وتحديدا من وسط المدينة ومن شارع الهاشمي ينضم إلنا محمد عبيدات. محمد، صباح الخير ويعطيك العافية. صباحكم الله بالخير، صباح الخير للوطن الجميل، صباح الخير على قائد الوطن من شارع الهاشمي ومن محافظة إربد. نقول لجلالة الملك كل عام وأنت بخير يا سيدي، وأدامك الله ذخرا وسندا للأمتين العربية والإسلامية. صباح الخير لأعزائنا المشاهدين على شاشة التلفزيون الأردني، هذه الشاشة الوطنية وبإطلالته الجديدة. نقول كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير. شكرا محمد، يعطيك العافية. سننتقل إلى الزرقاء ورح يكون معنا تحسين الخالد. صباح الخير تحسين. صباح الخير. صباح الخير تحسين. يعني الزرقاء ثالث أكبر المحافظات في المملكة من حيث الكثافة السكانية، وأيضا هي تعتبر عاصمة الأردن الاقتصادية. انقل لنا الأجواء عندك اليوم في هذا اليوم المميز، يوم ذكرى ميلاد جلالة الملك، تفضل. نعم، من مدينة الزرقاء بحب أصبح عليك وعلى كافة السادة المشاهدين مشاهدي برنامج يوم جديد، هذا البرنامج المميز. واسمحوا لي أن أتقدم ب خالص أمنيات التوفيق للزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة الانطلاقة الجديدة، هذه الانطلاقة المميزة والرائعة التي شهدها التلفزيون هذا اليوم. ومن على ثراء هذه المدينة، المدينة العريقة، مدينة المجد والتاريخ، مدينة الزرقاء، مصنع الأبطال ومصنع الرجال، مدينة الجند والعسكر، مدينة العمال، نبعث إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
صاحب الوصايا والولاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بأجمل وأطيب التهاني والتبريكات بعيد ميلاده الميمون، كما ذكرت بأن مدينة الزرقاء هي من المدن الأكثر كثافة في المملكة، هذه المدينة العريقة ذات الفسيفساء الجميلة والتي تتميز بنسيج اجتماعي مميز. سنكون معكم في إطلالة ثانية قريبا بحول الله إن شاء الله. شكرا، يعطيك العافية. رح ننتقل أيضا لزميلنا رعد الرقاد من العاصمة عمان. صباح الخير رعد. صباح الخير لك كاتي، وايضا صباح الخير لبلال. صباح الخير رائد، انت موجود الان في منطقه يعني دوار الشعب؟ لا بلال، احنا الان موجودين معكم من دوار عبدون، وانا حاب اسال مباشره كيف الهمه يا بلال وكاتي، كيف الاجواء في عبدون اليوم؟ أجواء رائعة بلال، أجواء جميلة. أيضا زميلتي كاتي موجودين معكم الآن من دوار عبدون، زي ما أنتم شايفين حركة السير موجودة، ولكن اسمحوا لي في هذه المناسبة أقول يا سيدي أسعف فمي ليقول في عيد مولدك الجميل وجميلة، قبل 58 عام جاء صوت جلالة الملك جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه، مبشرا بقدوم مولود جديد سمو الأمير عبد الله الثاني ابن الحسين، ونذره لخدمة هذا الوطن ولخدمة الأمة، وهو جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين القائد الأعلى للجيش العربي المصطفوي، يقود هذه المسيرة بالإنجازات والعطاءات، أكيد دائما سر يا سيدي، ونحن معك ولك وبك ماضون، كل عام وأنت بخير يا سيدي. زي ما أنتم شايفين حركة السير الآن من خلفي من دوار عبدون، وأيضا حركة السير نشطة في هذه المنطقة، ودرجات حرارة تقريبا تلامس 5 درجات مئوية. نعم نعم كاتي، نعم بلال، كل الشكر لك، يعطيك العافية رعد، وشكرا جزيلا لكل الأخوة المراسلين اللي كانوا معنا من مختلف محافظات المملكة، أحمد ورعد، تحسين، محمد وزياد، شكرا لكم ويعطيكم العافية.